واحد بيجوع قلبه يشوف كل هذا الخضر وكل هذا الخير عمال يحترق قدام عينيه، سامع؟ وكل التجربة اللي كانت لهي الدولة مع هاي الحرائق اللي كانت في الكرمل حديث اليوم تبين انه ما تعلموش شيء مع الأسف الشديد. نتمنى انه كل ما يكون الشغل بني آدم يعني هالشيء كل هاي الحرائق، سامع؟ وان شاء الله بيقدروا يتغلبوا على الوضع هذا.